كما ارتفعت نسبة الحجوزات بمدينة شرم الشيخ في عيد الأضحى المبارك، وشهدت المدينة إقبالا كثيفا من قبل السائحين والزائرين، حيث يضع السائحون على قائمة برنامجهم السياحي الاستمتاع بمياه البحر والألعاب المائية والرحلات البحرية في الصباح، والتوجه ليلا إلى أشهر ميدان بالمدينة سوهو سكوير، والذي يمتاز بالإضاءات المبهجة والعروض الفنية. كما توافد عدد من السائحين لزيارة خليج نعمة الذي يعد أحد أشهر المناطق السياحية في مصر والعالم. جاي أنا وأسرتي من اسكندرية لزيارة مدينة شرم الشيخ. احنا لينا هنا 3 أيام ولسه باقي لنا فيها يومين. صراحة بسم الله ما شاء الله مدينة جميلة جدا، من المدن الخضراء فعلا. بجد مدينة شرم فيها كل الأكتيفيتيز، كل حاجة ممكن أي حد يتخيلها هيلاقيها هنا ما شاء الله. ومصر عامة متنوعة جميلة في كل حاجة. مستمتع في شرم الشيخ، الأجواء جميلة عند الناس الجميلة. طبعا مصر بلدي الثاني، هذه يمكن 7 زيارة لي لشرم الشيخ. بنصح الكثير من العرب والدول المجاورة بالقدوم لزيارة شرم الشيخ، متنوعة والدايفرست كالتشر، خليج نعمة، سوهو، أكثر من مكان، اللعبات البحرية والناس الطيبة، يعني هم يعني أول شيء، وهذا اللي يميز شرم بكل صراحة.